هو الديربي رقم 4 بعد المئة الذي سيجمع الأخوة الأعداء مولودية الجزائر واتحاد الجزائر. في الديربي سيكون ثأري بالنسبة لأصحاب اللونين الأخضر والأحمر، أما أصحاب اللونين الأسود والأحمر فسيدخلونه لتأكيد فوز الذهب. لاعبو المولودية الذين يمرون بأحلى أيامهم بعد التأهل الأخير في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا بعد الفوز الكبير على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 9-0، دخل بها زملاء صاحب الرباعية هشام نقاش التاريخ من أوسع أبوابه كأول ناد جزائري يحقق هذه النتيجة في منافسة قارية. وعندي ثقة في الزملاء تاعنا، عندي ثقة كبيرة في الزملاء تاعنا باش نكونوا ان شاء الله في القمة ان شاء الله امام اتحاد العاصمة. من جهتهم اشبال ميلود حمدي سيسعون للتصالح مع انصارهم على حساب الغريم لتجاوز الاخفاقات المسجلة، اخرها الهزيمة في عقر الديار امام اتحاد بلعباس والتعادل السلبي امام اتحاد الحراش، لذلك سيبحث زملاء زماموش عن تكرار فوز الذهب. دونك سي ماتش وي فوت ا فون اي فو ريان ليسو وازار باسكو اي سون سور ان تري تري بيل ديناميك مينتونان il n'y a pas de clé spéciale, c'est simplement être à la hauteur de l'événement et pas décevoir nos supporters et tous ceux qui aiment ce club et jouer à notre vrai niveau, celui que tout le monde connaît. مولودية الجزائر اتحاد الجزائر الاولى تسعى لمواصلة نتائجها الايجابية والثاني للتصالح مع أنصاره وتحقيق الاستفاقة، لكنه ديربي لا يعترف بمبدأ الأفضلية بل بالنتيجة النهائية.